نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية بجامعة السويس عن نشاطها وجهود متطوعيها بالمحافظة. وحرص الآلاف من الطلبة والطالبات على حضور المحاضرة التي استعرضت أهم إنجازات المبادرة الرئاسية بمحافظة السويس، لا سيما قرى الريف، واستعرض مسؤول المبادرة ما تم إنجازه على أرض الواقع. كما قام متطوع المبادرة بتوزيع استمارات العضوية على الطلبة والطالبات للمشاركة التطوعية بالمبادرة. مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا. المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين، ولكن فيها النهوض بكافة المجالات، سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا وفي القرى والريف المصري، أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم. فمبادرة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة، سواء كان في المجالات الطبية أو مجالات تعليمية أو مجالات رفع كفاءة المباني. الأيام اللي فاتت يعني عملنا خدمات كتير الحمد لله لأهالينا، وزعنا كراتين سلع غذائية، وعملنا كوافر طبية، ومهتمين بالملفات الطبية. بدأنا ننزل نشتغل بشكل عام مع الناس، وبدأنا نشوف أكتر إيه اللي محتاجينه وإيه اللي ممكن نقدمه. إحنا كشباب تقريبا يعني بنقدم كل وقتنا في المبادرة هنا، كل حاجة ممكن نساعد بيها كتنظيم كتطوع زي الندوة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة. بشكل عام بنحاول إحنا نساعد بلدنا تكون حاجة أحسن. إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا كذا قافلة طبية، نزلنا الناس كانت فعلا محتاجة، ما كانش عندهم أي حاجة ليها علاقة بالطب يعني تفيدهم هناك. وبعدين عملنا كذا قافلة ليها علاقة بالمدارس زي راجعين نتعلم، وبعد كده لسه قريب عاملين قافلة اسمها وصل الخير. فبس بنقدر نشوف الناس ايه اكتر حاجة محتاجاها يعني، وبنقدمها ليهم.